مبادرة مجتمعية إسعافية جنوب غربي تعز نجحت في تعبيد الطريق بشكل أولي وطي المسافة السابقة الطويلة إلى طريق مختصر ستخفف من معاناة الأهالي. يبقى تدخل الدولة بإمكاناتها لتعبيد الطريق بشكل مناسب وتجهيدها منظومة إصلاح بيئية متكاملة هو الحل الأمثل لتحسين الخدمات للمواطنين. تولدت الهمم عالية لدى المواطنين وبجهود ذاتية بذلوا قصارى جهدهم لأجل شق هذا الطريق، طريق نقيل الحمام، لتكون طريق رئيسي واستراتيجي تربط ما بين دمنة خدير وما بين مديرية المعافر ومديرية المسراخ التي يشكو أهلها من المعاناة في كل سنة من المأساة التي تحصل لهم بسبب انقطاع الطريق الرئيسي بسبب أضرار السيول وعدم حصولهم على أبسط الخدمات الصحية لإنقاذ أرواحهم. قاموا بشق هذه الطريق بجهود ذاتية. عشرات الآلاف المستفيدين من إصلاح هذه الطريق إذ أنها تربط بين ثلاث مديريات ومناطق عدة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في تذليل الصعاب لوصول الخدمات الأساسية. هذه الطريق طريق نقيل الحمام الرابط بين مديرية المسراخ ومديرية المعافر. طبعا نحن نعاني في قرية الميسار من جميع الخدمات، من الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية، من النقل، من نقل المواد الغذائية، من نقل الأشياء الأخرى التي يحتاجونها هذه القرية والقرى المجاورة لهذه القرية. عانينا كثيرا واستخدمناها بأيدي بسيطة ومن الأطفال والشيوخ والشباب، وبأيدي بسيطة لم يكن لدينا إمكانيات ولا دعم من أي جهة ولا منظمة. نحن بحاجات لمنظمات، نحن بحاجات لدولة، نحن بحاجات لجهات داعمة، لجهات تنقذنا من هذه العثرة. تعثرت مصالحنا التعليمية، تعثرت مصالحنا في جميع المجالات بسبب الطريق. بصيص من أمل هو ما تحقق حتى اللحظة، هكذا يقول الأهالي، لكنهم يعانون من إهمال الدولة وغياب دور السلطات. Gracias.